ورجعنا من الفاصل. جي بيسز دي مصممة أزياء، سوري مصممة حلى. هبقى أزياء إن شاء أيوه هتبقى أزياء. دكتورة إنجي فطين، طبيبة أسنان بجامعة مصر الدولية، وعاشقة لتصميم الحلي بالنحاس. ازيك عاملة إيه؟ ازيك عاملة إيه؟ أنتِ أخبارك إيه؟ الحمد لله. خليتك أزياء أهو. يعني أنا أصلاً كنت عايزة أبقى أزياء نفسي الصراحة، بس سكة الأزياء صعبة جداً. يعني إنك تدخلي أولاً قصة المقاسات، و انك تعملي بقى الحاجه وتطلع مظبوطه، دي هسل كبير قوي يعني، متعبه يعني. فالاكتر حاجه كانت بتشبع كده رغبتي في القصه دي وسريعه هي الجولري، عشان كده انا كنت حاطه نفسي اقعد اعلم ناس. طبيبه اسنان، بتهيالي طبيبه الاسنان دي لازم تبقى الحاجات يعني، والله انا كطبيبه كدا. اسنان انا كنت يعني انا بقعد اقول لهم لو هم يبلغونا بس بالشغلانه كلها من الاول يوم في الجامعه. كنت من الاول سبتها الصراحه، انا كنت بحب قوي الحاجات اللي هي لو على كاست بره يعني، واشتغل على حاجه بره البق، كنت ببقى فنانه برضه. اشتغلتي المهنه نفسها يعني؟ كان اشتغلت سنه بعد ما اتخرجت، وبعد كده لا سبت بقى طب الاسنان. حتى شغلي في الجامعه ده شغل ادمن، مش دكتوره اسنان، مش على بيشنتس. بس فنانه، اذن انا بحب كنت اعمل كارفينج في الاسنان بتاع، لكن القصه نفسها وان انا اشيل هم بني ادم بقه وجعه، وبعد ما تخلصي الشغل يروح بالليل يقول لي بس جربت عليها 5 سنين. جربت والله. لا ما المشكله بتبتدي تدخلي على بيشنتس في سنه رابعه، بتكوني اوريدي قطعتي شوط وخلاص بقى، ما لازم اتخرج، ما فيش رجعه. بالظبط. فهي الجولري بقى يعني بتعملي الحاجه بسرعه ويطلع قدامك نتيجه بتفرحك، غير الازياء بس وغير دكتور الاسنان ده فنان، يمكن هي دي اللي خلتك يعني لما بقعد. والله هو انا يمكن اصلا كنت عندي السنس وبحب الفن. وبعدين جت كنت فاكره ان انا هدخل اسنان الاقي كده، بس الموضوع اكبر من كده. انت في بني ادم موجوع بقى وبيروح البيت تلاقيه موجوع برده لسه، وبيكلمك ما موجوع، وانا لا انا مش عارفه اعمل لك حاجه، انا هقعد اعيط بقى. كل اللي عندي او حياه ربنا، انا عملت لك كل حاجه خلاص، بس مش عارفه اساعدك اكتر من كده. ايه اللي خلاكي تاخدي قرار بقى انك تغيري الموضوع خالص كده؟ اوكي، انا اخدت قرار ان انا اسيب الاسنان بعد ما اشتغلت. انا اول ما اتخرجت اشتغلت في الجامعه، بس اشتغلت ادمن مش على بيشنتس، وكنت بروح عيادات وبشتغل في عيادات. وبعدين بعد سنه مش حابه القصه، بشيل هم يعني الموضوع، ومش مبسوطه يعني في شغل الاسنان نفسه. الجولري بقى بداته بعد ما اتخرجت بفتره، لا ب5 سنين يعني، بدات من 4 سنين قصه الجولري. هي كانت انا على طول بعمل حاجات لنفسي. كنت مش انا، لا انا مش صغيره، بس انا صغيره جدا فعلا قدام الكاميرا، صغيره أيوة جدا. ايوه طبعا. ايوه بالظبط بالظبط. انا كنت يعني اصلا بعمل لنفسي مثلا اي حاجه ممكن تعجبني، انا عندي فكره اني ابقى عارفه الماتيريالز يعني، انا مثلا حاجه تعجبني بعرف اتمنها يعني، فانا ببقى حاسه مثلا ان القطعه دي انا عارفه بتتجاب منين، حاسه ان انا اعرف اركبها. فكنت انا بعمل كده مع نفسي، ممكن في هدوم وممكن في جولري وممكن في اي حاجه اركب الحاجات اعملها. فمره كنت انا عامله حلق لنفسي، كنت في النمروسي بجيب شويه حاجات زراير وحاجات ورد. ورحت عملت حاجه عبيطه جدا، ركبت زرار ركبت عليه تاسل كده شراشيب. وانا كاتبه على الفيس يعني، حتى صورتي على الفيسبوك. بصي احنا معانا صور ليكي هطلع على الشاشه دلوقتي نتفرج عليها. ده بقى ده مش انا اللي عاملاه، انا ليتلي انا مش بقولك بحب قوي قصه، انا بحس ان ده بيضيع وقت وبيبسط الناس. فانا علمت كذا حد كبار يعني عندنا في الاسره وصحاب مامي وكده، عشان يضيعوا وقتهم في الكوارنتين وكده. وعلمتهم ازاي مبدئيا يركبوا عقده بحاجه بسيطه، وده برضو منهم. هنبص على الصور الاول وبعدين نبقى نبص وهم على لا ده شغلي انا بقى. تحفه ده. وطبعا شغل يا الورشه طبعا، انت بتاخدي اللي بتحطي انت التصميم، بس التصميم والورشه بس هم الورشه بتاعتي يعني، بجد بحب اشكرهم ان هم الصراحه شغلهم فعلا حلو ونظيف جدا، فبيطلعوا ده برضو من ضمن الحاجات اللي انا لحد من الناس الكبار عملوها لما علمتهم. ان هو واضح يعني شكله كلاسيك كده يعني، ما هم التيست بتاعهم. انا مش بعرف اعمل الحاجات الكباري او الحاجات اللي هي بتاعتي. فرفشه بقى، انا عايزين نتكلم على ان البراند بتاعك كله مخصص لفرفشه الناس. انا عايزه افرفش الناس فعلا، يعني حتى على طول بقعد اطلع لهم، حتى لما ببقى متضايقه اروح طالعه. مش عارفه او نبص على دي ولا انا كده. دي الكاردز دي. الكاردز اللي بتبعتيها مش عارفه مع الباج. بيبقى دايما فيها كوت انجلش، دي حقيقيه. وكوت عربي تريقه بقى. ايوه يعني هنا الشقاوه فينا مش هقولها بقى على الهوا، بس ربنا هدينا. ده اللي طلع فيه. بحب افرفش الناس كده وابسطهم. ايوه ده على حسب بقى المناسبه ولا بيبقى على حسب لا إيه؟ يعني لو انا عارفه الشخص وعارفه لو هو قايل لي مثلا في مناسبه ممكن اخليهم ينقوا. وممكن انا بمزاجي، بس ببقى عارفه الشخص اللي رايحه له. لكن في العادي لا، بسحب واحطها وتيجي، وعاده بتطلع حلوه يعني. عاده الناس تكلمني بتضحك بقى وبتاع بعدها، لو ايه ده ما كناش نعرف. في ناس تبقى اول مره تطلب حاجه من البيج فما بيبقوش عارفين القصه. طيب عايزين نتكلم على الشغل بقى اللي قدامنا على الترابيزه. اوكي.
اقول لك انا يعني مين انت قلتي العقد ده كنت زي العقد اللي كنا بنوصفه دول ده وده دول من الناس اللي انا علمتهم اللي هو كنت علمتهم يعملوا عشان عايزاهم يقتلوا الوقت فعلا كانوا بيكلموني بقى احنا بجد مبسوطين قوي انا من الساعه 12 ل 12 بالليل بقى بشتغل في عقد فالوقت بيضيع وبيطلعوا حاجه قطعه حلوه وحتى بعدها قلت لهم ان انا هعمل كورسز بقى كورسز بقى بروفيشنال بقى يعني بس عايزه بس في شويه حاجات كده فايتاني فعايزه اعلم الناس وقعدت حتى بقى قلت كذا يعني عملت فيديو قلت لهم اللي عايز يسال على حاجه او اعلمه حاجه انا تمام. انت قلتي ده من من الناس اللي هم الكبار اللي انا علمتهم خدوا وقت منهم تقريبا 12 ساعه بتقولي يقعد مثلا ممكن يقعدوا من 6 ل 12 ساعه يعملوا في حاجه زي حاجة الحلقه بسيط. اللي انت لابساه مثلا الحلقه ده هقول لك الحلقه ده تصميم يعني انا بعت للورشه قلت لهم انا عايزه اكتب كذا وكذا في شكل الاطار ده هي وعايزاه مثلا ده ذهب مات هو ده انا كنت عايزه اعمل حاجه يونيك تكون فيها اسم بابي ومامي بس تبقى يونيك يعني وتكون البيس نفسها انا بحب الالوان بقى كلرفل وبحب الاسيمتري يعني بحب الحاجات تبقى مش الوان بعض فكتبت انجي فاطين انجي فاطين بنت ايمان عشان يبقى اساميهم هما الاثنين جالي بقى ناس بقى طالبه اوردر مثلا تقول لي انا عايزه مثلا منى مرات حازم مش عارفه نوها عشان ابعته لماما بس ايوه ايه ده الله ايوه انا في ناس بتطلب كده حاجات كده لا ده يبقى عندك الاسبوع الجاي على طول ده اوردر على الهواء ده اوردر على الهواء بالظبط ف وبعدين هو بقى بيجي لي من الورشه فاضي انا بقى بجيب الاحجار وبقعد اركبها انا يعني بقعد بقى احاول انا حتى الاحجار فيها بهجه يعني كلها ما انا بقى واصلا انا الاحجار بتاعتي دايما الناس تسال بتجيب الاحجار منين انا الصراحه يعني ما فيش مكان معين بجيب منه الاحجار انا ممكن ابقى مثلا بتمشى في اي مول او حاجه وادخل محل جولري في عقد مثلا عقد شكله تحفه فيه احجار حلوه قوي بقعد ابص عليه اشوف تركيبته منين وممكن اشتريه وبفككه باخد منه الاحجار بتحط بقى تصميم من قبل ما تبتدي ولا انت حاجه بتجيلك كده فنانه ولا بتجيلي وانا يعني يعني ده مثلا انا عارفه اني عايزه اركب اعلق فيه حاجات كنت فاكره اني اعلق فيه بيرلز الحقيقه بس بعدين لما جه وكان قدامي الاحجار بالذات الفوشيا ده عشان ده ماي فيفرت يعني رحت حطيته وبعدين حطيت قعدت بقى اركبهم لحد ما طلع كده بعت لمامي بعت اقول لها كده احلى كده احلى لحد ما وطلعت لو انا هعمل حاجه زي كده هقلبها ابيض واسود على طول بجد يعني بالكتير يعني ابيض كمان انا لا انا اقول لك بعد الولاده وكده بقيت اسود بقيت الشخصيه اللي بتلبس اسود كده كلها انا كنت فوشيا وابيض ما انا استغربت انك لابسه اسود برده لا ما ده مؤخرا ده بعد الخلفه بقيت بلبس اسود لكن انا كنت لسه كنا بنتكلم على السعاده الزوجيه هي لا السعاده الزوجيه موجوده الحمد لله وابني جميل والله ولطيف بس هو لا خلاص بتبقي بقى خلاص عارفه حاسه بقى انك تخنانه وعايزه افهم الاسود ده لمك وكده فاهمه لكن لا الفوشيا انا هخليكي ترجعي للفوشيا تاني مامة نوها وهعمل لها حاجه بقى فالفوشيا قولي لي ده ياخد منك قلتي وقت قد ايه الورشه مثلا بتاخد 4 ايام وانا لا الديزاين ده لو قعدت بس فايقه كده ورايقه على طول يعني نص ساعه اعمله ما فيش بيوصل لل يعني لو حد طلب مني اوردر لو اوردر الماتيريالز عندي انا الورشه بتاعتي في البيت لو الماتيريالز عندي بيطلع على طول 3 ايام لو الحاجه كاستم ميد يعني هيبقى فيها اسامي او حاجه زي كده لا بياخد من 7 ايام ل 10 ايام طيب احنا هناخد فاصل ونرجع تاني طبعا ورجعنا من الفاصل انت قلتي لي قبل الفاصل انك بتعملي حاجات خاصه لناس معينه يعني وحد قال لك انا عايزه اعمل دايما ايوه دايما بيختاروا هما كمان الناس عندي بقى بقى عارفه ان انا يعني فلكسبل بقى في الديزاينز وممكن يالفوا اي حاجه عايزين يكتبوها عايزين يعملوها وطبعا انا معاهم بقى في قصه الديزاين يعني مش بمسك في الديزاين بتاعي لا بقى عايزه الناس تعمل حاجه على مزاجها يعني يعني ممكن حد يجي يقول لك لا انا دي مثلا صعبه شويه البسها ف صغري في الحجم كبري دي مجعلصه دي فيها حاجات اكتر نحاول نعملها سيمبل اكتر طب عايزين نشرح اكتر حاجات بتاعتك قولي لي دي برضو من الحاجات انا طبعا كل الحاجات اللي جبتها عشان احنا كنا وقت ضيق فجبت الحاجات اللي هي بتاعتي لان انا البيسز اللي انا كنت عاملاها لنفسي من جي بيسز واضح انك واخده شويه حاجات كتير وحاجات طبعا على فكره في الاول اول ما كنت بعملهم كنت مش عايزه ابيعهم خالص خالص كان عندي حاله بعد كده بقت تمام خلاص بقى وموضوع تحول شويه بزنس وبعد كده دلوقتي تاني لا لازم اعمل قطعه من كل حاجه الحاجات اللي هي الايه المقربه ليا دي برضو هي دايما الحاجات اللي مستخدمة الحروف بس يعني اول حرف الاف دي الحلقه في ده فيه بس النكلس بقى كانت انا عشان بحب الكارتيه جدا يعني بحب شكل التشين الكارتيه فعملتها وبعدين كنت عايزه انزل انا شفت انا كنت قايله بقى للفولورز بتوعي ان انا كانت واحده من الفولورز عندي بعتالي
بيج اماراتيه بتكتب الاسامي بطريقه كده، فقلت لهم انا سارقه يا جماعه ديزاين من بيج اماراتيه، طريقه الكتابه الجميله دي بيكتبوها تحفه. حلو الاعتراف برضه. الاعتراف بالحق فاضي، ده كانوا كاتبينها بس كانوا عاملينها ذهب والماس، فقلت لهم احنا نعملها حلو كده على قدنا. انا حاجتي كلها نحاس مطليه ذهب وممكن تبقى فضه، بس انا يعني انا بحس ان الفضه ما تطريش ذهب. كنت عايزه اقول لك الاسعار ايه يعني، ما تقوليش طبعا اسعار بس عايزه اعرف يعني متناول الرينج. لو اسم بس، لو احنا بنتكلم مثلا في مش عايزين اسعار يعني هقول لك الرينج يعني مثلا حاجه اللي هي كده ونازل منها شويه شارمز 250 طب خلاص يعني لطيف على قد في الحدود دي. الاسامي اكتر يعني اقصى حاجه بتبقى اللي هي حاجه ضخمه كده بتبقى مثلا 450 500 يعني. ودي بقى انا حطيت، بس انا كاتبه فيها حاجه غريبه قوي دي بقى. ايوه ان انا حسيت ان انا بجد انا اصلا حطيت اسامي مامي وبابي وكل حاجه، بس انا بجد اكتر كلمه بتريحني مامي فانا كتبت مامي بقى مامي بس بس مش اسامي بقى خلاص. فده من الحاجات اللي عزيزه عليا. عنده قد ايه الابني؟ ابني عنده سنه ونص. كتبت اسمه كتير بقى، كتبت اسمه لدرجه اسمه جواد. ليه بقى سميته برضو جواد؟ لان انا كنت اصلا انا جاي بيسز عشان انا جاجو دلعي جاجو. فلما جيت بقى السؤال بتاعي اللي جاي انت ضيعتيه عليا، لسه هقول لك الجي بيسز دي ليه. ايوه انا عشان انا دلعي جاجو فكان جاي بيسز، بعد كده بقى بس جاي بيسز بدات قبل ما اتجوز اصلا. فلما جيت بقى وانا حامل وطلع ولد، فانا حسيت ان انا الله يعني جوزي اقترح عليا فكره جواد، بس انا كنت حاسه الاول لا ايه ده ايه الاسم ده، وبعد كده بعدها مع ان انا العيله وعدت العيله كلهم كانوا معارضين للاسم الحقيقه يعني انا تعبتهم معايا كتير. بس بقى لما تخلفي بنت تجيبي جانا يعني ما هو لازم بقى تبقى جي شوف لنا حاجه ثانيه بنت اخت جوزي جانا الحقيقه، فاحنا كده البيت هيبقى مليان جاج وجانا جواد، هنبقى كتير في فتره كده من عمر مصر كانت كلها كلهم ما هي حرام في الجيل ده. ايوه اللي هم كلهم جانا بس فهو هيبقى جواد، هنشوف اي حاجه جاي تانية. انا بقى طبعا الحلقه ده برده من الحاجات الاخيره اللي عملتها، كنت بقول برده للفولورز وانا بعمله كنت مخليهم يشاركوني في الديزاين يعني. انا كنت عايزه اعمل كف وكان يبقى فيه عين يعني وكله بقى فصوص وبتاع حلو، ومستخدمه برده الحروف وكنت حاطه برده الحروف، بقول لهم انا خلاص يعني خلصت كل الحروف فبقى فيه جي اللي هو جواد، وحطيت اسم جوزي بقى، جوزي اسمه محمد فنحط هو معانا بقى. وبعدين هتقول ايه ده اخواتي، اخواتي برده طلع اسمهم محمد ومصطفى سبحان الله. فروحت قلت لهم الام دي تشمل كل حاجه، بس ده من الديزاينز المهمه واللي الفولورز بتوعي شاركوني فيها جامد يعني. هم قعدت اسالهم احط هنا تشين كده، فاكره سعرها ممكن يبقى كام؟ دي لا دي اغلى شيء دي دي عشان في الفصوص اكتر حاجه بتكلف الفصوص، فهي عشان فيها فصوص كتير قوي كلها تقريبا 650 عشان فيها فصوص كتير قوي. بعت لي بقى ناس بتلاقيها فين يعني، انت قلتي برضه بمشي طول ما انا ماشيه الاقي ماتيريال. لا هي دي، لا دي ما احنا عاملينها انا والورشه صرف يعني، ما فيش حاجه من بره كل الورشه. الخامات اللي بتستعمليها فيها مصري كتير ولا بيبقى استيراد؟ كله مصري، والحقيقه اليومين دول هو يومين الورش يعني، الورش بقى لها فتره كبيره ما كانتش بتشتغل حقيقه. لا يعني شغل النحاس شغال تحفه، فضه برضو لسه عندنا الصنايعيه زمان دول اللي هم مش لا فعلا تحفه، وايديهم والله تتلف في حرير مفيش كده يعني فعلا. لا الصنايعيه شغالين كويس قوي، وتنزلي دلوقتي بقى الحته اللي هي الازهر حاره اليهود بتاع الحته دي الناس شغاله من نار. الحته دي لو نزلتي فيها بمبلغ قد كده تطلعي من انا نزلت مره كنت واخده الاسره كلها يعني مرات يعني اخويا بعيلتها رجعنا بان خلاص بنبيع فن ومنتجات. احنا اخر حاجه اشتريناها انا فاكره ما كانش معانا فلوس، يا حبايبي كلهم طلعوا الفلوس، انا ما كنتش عامله حسابي انا واخده معايا مبلغ ومش عامله حسابي، وهم عارفين ان انا محتاجه الحاجه بداوا كلهم يطلعوا الفلوس اللي معاهم عشان يجيبوا لي الحاجه. فظيعه اخر حاجه انا فاكره يعني كانت مرات اخويا بقى عايزه حاجه بقى يا حرام، قلت للراجل بص انا في المحفظه مش لاقي غير 20 يورو فلو هتاخدهم بدل الفلوس واشتريناهم بيهم والله خلصنا فلوسنا كلها. الحته دي بقت تحفه والورش شغاله طبعا الحلق ده اللي هو فيه طاووس ده انا بقى ده بقت انا اصلا بدات تركيب يعني انا فكرتي ان انا بحب احط الالوان جنب بعض واركب الحاجات على بعض. قصه الاسامي دي انا ما كانش شغلي اصلا يعني، انا اهو انا جبت الفص ده كان متعلق في عقد برضو كان عقد كله فصوص بقى اشكال وحاجات غريبه جدا كتير كده. انا شلت الفص وانا اللي جبت طبعا الريشه دي بتتباع زي ما هي انا ركبتها عليها يعني، انا بميكس ماتش الالوان والاحجار والاشكال والحاجات دي. واصلا شغلي كده اول 3 سنين. بتفضلي ايه بقى يعني الحاجات اللي على فضي اكتر او دهبي كده؟ دهبي الفضي ده لو باي اوردر ما بعرفش. الحاجه الوحيده اللي عملتها فضي كانت دي يعني الحاجه الوحيده مثلا نفسي قصدي يعني عملت طبعا فضي كتير للناس طالبينها كانت دي آية قرآنيه بحبها، فقلت مره بقى نعمل حاجه فضي مفيش مشكله. بس جيت اخر 4-5 سنين ده كان كله فضه
الفضه اذن فضه بيور سيلفر. انا لا انا كنت انا لما حد بيسالني على حاجه فضه انا كل الحاجات ينفع تتعمل فضه هي لونها ذهبي. فانا دايما انا الفضه دي قيمتها في لونها لونها اللي هو الفضي الحقيقي ده وبتتعمل بالوزن. فليه نعملها يعني ليه نطليها ليه نلخبطها صح فليه نطليها. فانا دايما اي بريفير ان هو يبقى نحاس مطلي ذهب. اولا هو سعره هيبقى اقل, ثانيا الذهب هو دلوقتي الناس كمان تسال سؤال اللي هو الذهب ده لونه هيروح ولا لا. دي طبقه ذهب بتدي لون تحفه ولون حلو قوي, لكن بالاستخدام ممكن تعيش طول العمر وممكن اللون بيبتدي يفتح. كنا زمان بنحط عليه النيل بولش. لا انا بقى عامله حاجه الصراحه بس انا ما بتكلمش عليها كتير عندي. اتطورت الموضوع ده اتطور بس الناس عارفه. لا انا عامله حاجه ان انا اي حد الصراحه بيبعت لي في ناس بتعتز بالحاجه وتفضل لابسها على طول. طبعا بعد مثلا سنه تلاقيه بدا اللون يفتح. هما بيبعتوا لي الناس اللي بتبقى عارفه ان انا بعمل كده او في عشم بيبعتوا لي. والحقيقه هو انا اي حد بيبقى بروح وابعت له المندوب الشحن بياخدها باخدها اطليها وارجعها له تاني. طب انت عندك صيانه كمان؟ طب دي حاجه عندي عندي بس ما بحبش اقول قوي عشان الناس ما تزودهاش لان في ناس بلاقيها مثلا بعد شهر بعتلي الحاجه تحفه وتجنن وتقولي اصل لونها غير. لا هي لونها تحفه لونها ما غيرش بس بطليها تاني عشان تتلمع وترجع تاني. ما فيش يعني عنديش مشكله. بحب الناس تبقى مبسوطه بالحاجه اكتر ما هي تبقى يعني بس اشتريتها. فرجينا طبعا على بقيه العيد اللي عندك. دي برضو ده من الانتاج بتاع الماميز. انا سميته الماميز كولكشن عشان هم كانوا امهات اللي عملوه. امهات جيل امهاتي انا. هو كده اهو حاجتهم جميله قوي ويعني انا ما بعملش بقى الشغل ده. كلاسي قوي يعني عارفه. كلاسي قوي قوي قوي. وانا لسه بقى هنطلق بقى في الباين باين. هنطلق بقى في موضوع الكورسز ده عشان انا انبسطت لما هم اتعلموا. ده برضو ده بقى انا ده كان شغلي الاصلي يعني ان انا يبقى معايا ماتيريالز واقعد اركب حاجات بقى. يعني انا بحب بقى حوار ان انا اركب الاحجار والحاجات وده مثلا انا يعني ده بسيط كارتييه والتعبان لو كل الناس بتحب شكل التعبان طبعا. جت فتره كانت موضه. طب بصي انا قبل ما اختم عايزه اعرف ايه امنيتك؟ انا عايزه توصلي لايه يعني كل حاجه؟ والله انا طبعا يعني احب ان كل الناس تبقى عارفه. السؤال نفسك تبقي ايه كمان خمس سنين؟ نفسي ابقى ايه كمان خمس سنين. طبعا نفسي اكتر حاجه نفسي فيها طبعا ان انا يعني جي بيسز يوصل لاكتر ناس. مش بس ان هو الناس تشتري او كده بس كل الناس يبقى عندها قطعه او لابسه حاجه من عندي. محتاجين نختم لازم هديه او اي حاجه. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي على خير. ميرسي يا حبيبتي اتشرفنا بيكي. ميرسي ليكي.